سوسيو وأثار إعجاب عدد كبير من الناس. أيمن هو في الواقع مواطن وله عون بلدي، له مقاول، له تبع التجهيز، له تبع حتى شيء. هو مواطن عنده محل يبيع الدجاج، لكن يخدم في خدمة اليوم أنه خذ على عاتقه باش يسكر الحفر الكل اللي موجودة في كياسات صفاقس. كيف جاتوا الفكرة هذية؟ هو وصديقه شنو قاعد يعمل؟ نحكي في الموضوع تتفيتا. أنفو وانتوكس. مرحبا سي أيمن، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا مدام. أهلا وسهلا سي أيمن. الدور على الكياسات، على الحفر اللي موجودة في كياسات صفاقس وتسكر في الحفر هذايا، كيفاش جاتك الفكرة هذايا؟ واليوم كيفاش قاعد تسكر في الحفر هذايا؟ وشكون معاك في هذه المبادرة؟ والله احنا مع الحكاية كيفاش بدات. الواحد ماشي في الكياس معناتها في البلاصه هذيك اللي ريتونا فيها نسكروا فيها، ماشيين بالكرافة، مسكين وليد صغير ماشي بموتور عثر فيها وحده العجله في الحفره هذيك، فهمت؟ طاح هو وتضرب وموتور ضربت. قلنا علاش لا، معناتها احنا ماشي حاجه كبيره، ماشي مش تكلفنا حاجه كبيره، شنو هو في الاخر معناتها سيمان وشويه جريفي وشويه رمل، فهمت؟ ونطينوا الحفر خاطر البلديه ماشي معناتها شمس باش تضوي على البلايص الكل، هي فهمت؟ في الاخر فهم بلايص اخرى ما محتاجتهم هي باش تريق لهم، فهمت؟ هاي قلنا علاش لا، كل حد معناتها يساهم في البلاد نعاونوا. هاي معناتها مشيتوا اي والسلعه معناتها فردي ايه شرينا احنا على حسابنا احنا السلعه وندوروا بالكهرباء نتاعنا احنا، فهمت؟ انت وصديقك كل شيء شريناه احنا. اي هاي فهمت، كملنا الخدمه نمشي، وبعد ما نكمل الخدمه نمشي ونشوف هكا الحفر كيما نقولوا اللي الكبيرة معناتها تمثل خطر، ما يعطيك صحيح تمثل خطر، نسكروهم تكروهم. واليوم قداش من حفرة سكرتوا ساعي؟ وقداش بديتوا الساعة؟ قداش عندكم؟ بدينا نهار عملنا الفيديو هذاك نهارين التالي. قداش سكرتوا من حفر؟ سكرنا لحد الآن أربع حفر. أربع حفر كلهم وين بهذوما؟ فين وكياس؟ عندك الحفره هذيك في طريق المهديه، ثم في قصاص في طريق العين. مش بحذا بعضهم بالكل معناتها؟ لا لا مش بحذا بعض، وثم في طريق تنيور في زنقه، في طريق تنيور هكا ظالمه شويه وفيها حفره. وانتم كيفاش تعملوا لوكاليزاسيون تاع الحفر هذوما؟ مواطنين يتواصلوا معاكم ولا انتم تعملوا التقصي؟ احنا نقعدوا ندوروا نشوفوا كيفاش معناتها شنو الحفره اللي معناتها الخايبه برشا، لاكثر الخايبه اكثر، فهمت؟ اللي تمثل خطر اكثر معناتها. صحيح تمثل خطر اكثر ونسكروها، فهمتني؟ والسيمان من عندكم، الرمال من عندكم، كرهبتكم الخاصة؟ كرهبتنا الخاصة بمجهودنا الخاص بفلوسنا احنا، فهمت؟ وفماش بلديات فماش بلديات قالوا لكم يعطيكم الصحة ولا تواصلوا معاكم ولا ايش قاعدين تعملوا ولا هيك هيك؟ والله ما تواصل معنا حتى واحد، كلمكم حد؟ تواصلتوا معنا، فهمت؟ تقريبا دخلتوا في مهديه معناتها سقيت الدير، بلديه سقيت الدير، دخلتوا في تنيور يعني بلديه شحيه، دخلتوا في العين يعني بلديه العين، ولا بلديه تواصلت معكم؟ ولا بلديه قاعدين تقوموا معناتها بالتدخلات نتاعكم هذايا؟ هذه بلادنا لازم نقفوا معها، فهمت؟ فمش مواطنين قالوا لكم عندنا حفر بربي اجاوا في البلاصه الفلانيه سكروهم ولا لا؟ ثم زوز مواطنين كلمونا وهنا مش نمشيو ان شاء الله. تمشيو للحفر هذه، فمش مواطنين قالوا لكم نعاونوكم بالسلعه مثلا ونجيو معاكم؟ لا 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 لا. هاي سيدي وكابيل في المباشر، ما نعرفش انا هذا قانوني ولا مش قانوني، معناها لا خاطر نعرف انتوا تقوموا به راهو نبيل ونبيل جدا، معناتها هذا متفقين فيه، لكن نجم يقول لك مثلا راهو سيمان ما يركبش في الكياس مثلا، ما نعرفش انا هكا مثلا، لكن اعطيهم السلعه هذوما يحبوا يخدموا، قولوا لهم شنو هي السلعه وخليهم يخدموا. ما تسالش احنا بمجهودنا الخاص راهو نقدروا ما نستحقوش حتى اعانه، ما احناش لا نستحقوا في اعانه لا حد شيء، ما احناش نلوجوا على الفلوس. احنا نعملوا في الشيء هذا البلاد ونعملوا في الشيء هذا العباد ونعملوا في الشيء هذا الربي، فهمت كيفاش؟ على كل يعطيكم الف صحه. حتى غايه نتاع فلوس وما عندنا حتى غايه نتاع حتى شيء، نحن زوز من الناس نخدموا على رواحنا، عندنا حانوت نتاع دجاج، فهمت؟ بعد ما نكملوا نمشيوا على رواحنا نشوفوا شنو الحفره اللي تشكل خطر اكثر على العباد نسكروها، فهمت؟ واضح جدا. نهار 30 دينار، نهار 40 دينار، نهار 50، نهار 20، كل نهار كيفاش، فهمت؟ كل نهار شنو تصرفوا معناتها؟ في الاخر كي واحد يقول لكم يرحم والديكم يعطيكم الصحه يظهر لي تنسيكم. صدقه جاريه خير ما، فهمت كيفاش؟ اي واحد يمنع من الحفره هذيك راه الواحد عنده اجر عند ربي. فوالا وانتم شفتوا ليل معناتها قدام. نقفوا مع رئيسنا قيس سعيد.
يا سيدي ربي يعينكم، يعطيكم الصحة وربي يعاونكم، وشكرا لكم على المبادرة هذه. أنا موجود اللي يستحق بلاصة هكايا نقدروا عليها، فهمت شي؟ موش بلاصة كيف ما نقولوا كبيرة كبيرة تتطلب برشا فلوس، هذه كمان يمكن نقدروا يمكن لا تولي بالوقت. أما بلاصة كيف ما نقولوا قد مجهودنا نجموا وتقلق العباد يكلمنا ومرحبا به. وندخلوا باش نسكروا، واضح جدا. ندخلوا هكا النمرة عندكم وتدلوا زاد نفسكم. واضح، شكرا يفضلك يا سي أيمن، تحياتي ليك. صديقك شنو اسمه؟ لمجد. لمجد وأيمن، يعطيكم الصحة زوز، ويعطيكم الصحة على الحس المواطني هذايا اللي قاعدين تقوموا به في ظل اليوم عدم التدخل. حقيقة قولوها بكل صراحة، نتاع عدد كبير من البلديات اليوم في تسكير الحفر هذوما، وأحيانا حتى تكون حفرة معناتها تمثل خطر.